السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني بجد كتير جدا جدا، يعني مش قادر اوصف والله قد ايه انتوا وحشتوني. بعد يومين يعتبر ما نزلتش فيديوهات، يومين منقطع بعد انتهاء الدوري، يعني يعتبر يومين راحة طبعا. والاسباب يعني اكيد مش هغيب كده، ولكن الاسباب كان النت عندي منقطع تماما، مش عارف افتح اللعبة اصلا، يعني حتى مش انشر فيديوهات، لا انا اصلا مش كنتش عارف افتح المدرب الافضل نفسها. بس الحمد لله النهارده رجعنا لكم مع اول لقاء في كأس الرابحين الجديد، اول لقاء مع فريق سانت تيان في كأس الرابحين الجولة الاولى المرعبة جدا جدا جدا. مفاجآت حصلت، يعني انا ما كنتش محضر اصلا للمباراة، ولكن سبحان الله هنتعرف النهارده على كل تفاصيل الجولة. فيلا بينا نروح نشوف المباراة مع بعض. ورجعنا لكم من تاني من داخل الدوري زي ما انتم شايفين، بطولة كأس الرابحين من جديد بعد ما حاولنا مرة وخرجنا، يعني مش عارف اقول ايه، سيناريوهات كانت يعني حزينة جدا علينا. رجعنا من تاني لكأس الرابحين مع اللقاء الاول المنتظر في دور المجموعات ما بين نادي ايفرتون وما بين نادي سانت تيان. حرفيا انا ما كنتش عارف، يعني انا قوتي انا كانت 115، لكن انا مش عارف الصراحة ايفرتون قوته كام، ولا حتى قيمته كام، ولا حتى انا ترتيب كام في قيمه الفريق. فيعني انا منقطع من يوم ما دخلت البطوله وانا ما فتحتش اللعبه اطلاقا. والمفاجاه الاكبر ان انا كنت حاطط التشكيله وتكتيك كنت يا دوبك بجرب بيه ماتشات وديه عشان اطور اللاعبين، وهو ده اللي انا لعبت بيه النهارده. فيلا بينا نروح نشوف المفاجاه اللي هتحصل النهارده مع التكتيك اللي احنا اصلا انا مش فاكر هو كان ايه التكتيك، ولكن هنعرف مع بعض دلوقتي. اكيد تكتيك كان كويس لان انا بجرب في الوديات تكتيكات كويسه جدا بتنفعني في المباريات. فبسم الله ونبدا اللقاء مع بداية المباراة ونجري المباراة شوية عشان ننجز في الدقيقة 6-7، ويا رب استر علينا. انا ما كنتش محضر ومش عامل حسابي، بس ان شاء الله هنفوز 1-0. هدف كراسكو والله في الدقيقة 20، هدف اول لصالح فريق سانت تيان الحمد لله باذن الله. الثاني على طول لوكا مودريتش، الله يا لوكا. عشان تعرفوا بس ان انا مش محضر ان مودريتش هو اللي بيشوط ضربات الجزاء، فما شاء الله يعني. ورجعنا للشوط الثاني، وزي ما قلت لكم كانت حاجه صعبه طبعا ان مودريتش يشوط ضربات جزاء، ده دليل ان انا مش محضر. الثالث كوفازيتش، الفار لغاه، مش مهم، نعوض الحمد لله. شاكيري بتمريره كراسكو في الدقيقه 59 بيضيف الثالث، يعني لقاء الحمد لله مش هقدر اقول كده، الحمد لله على كل حال. انا ما قدرتش افتح، بس الحمد لله ربنا كان حاسس بيا، توفيق ربنا طبعا كان معايا بالفوز 3-0 على نادي ايفرتون اللي الحمد لله ما قدرش ان هو يصد الهجوم اللي انا كنت عامله. انا اصلا مش عارف انا كنت عامل ايه، فهنكتشف دلوقتي مع بعض حتى الخطه اللي كنت بلعب بيها. لقاء يبتدي في الدقيقه 20 بتسجيل كراسكو الهدف الاول عشان يجي مودريتش ويسجل الهدف الثاني، ثم شاكيري على طول في الدقيقه 59 بالهدف في الثالث، 14 تسديده مقابل 9 ليا كمان وانا خارج ارضي، فبالتالي انا كنت حرفيا مكتسحه، واستحواذ وصل ل 67%. يعني سبحان الله للصدفه انا بلعب 4-3-3 حرف البي، حظكم حلو مع اول لقاء هنستعرض 4-3-3 بي، التكتيك المرعب اللي انا بلعب بيه، وكنت كمان مخطط ان انا انزله لكم على القناه. سبحان الله يعني الصدفه ان انا انزله لكم في فيديو الاول لكاس الرابحين. دلوقتي نروح للخطه اللي كنا بنلعب بيها طبعا مع وجود هنا بوسكيتس اللي اتصاب، فهنحط اي لاعب ايا كان مين مش تفرق. فدي الخطه اللي كنت بلعب بيها طبعا مع وجود التمركز ده، التمركز اللي ناقص الواو ده، الخطه كانت متكامله بكل اطرافها. دي 4-3-3 حرف البي، ما فيهاش اي فزلكه، ما فيهاش اي كلام. نروح للتكتيك اللي فيه كل الكلام اللي هنتكلم عليه، التكتيك اللي كان تسديد عن بعد. هتقول لي سبحان الله تسديد عن بعد وكسبت 3-0 وكمان خارج ملعبك، هقول لك اهو ده اللي انا كنت محضره لكم فعلا على القناه كمفاجاه لعودتي بعد اليومين الانقطاع، ولكن سبحان الله نزل لكم كهديه مني ليكم. فانزل انت بقى اديني هديه، يعني رد لي كده الهديه بلايك جميل، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس لو انت ما تتفرجش علينا بتاع، انتظرنا في حلقات جايه جديده وبتاع، يعني ظبطنا النت وظبطنا التليفون وهنثبت ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، فانتظرونا لايك الجميل عشان يوصل للناس كلها الخطه دي، لان صدقني خطه مرعبه جدا جدا جدا. تسديد عن بعد في العقليه، التمركزات ايضا اللي كان الهجوم فقط والوسط يساند الدفاع، والمكان الدفاع
في الخلف مثبت دفاعي ومأمن دفاعي كمان بان الوسط بينزل يسنده، دفاع الرقابه اللي كانت دفاع منطقه والتسلل اللي كان لا الارقام بقى يا سيدي اللي زي ما انت شايف قدام حضرتك، الضغط اللي كان 59، العقليه اللي كانت 59، ايقاع اللعب اللي كان 79. هتقول لي طب انت رزعت الارقام كده مفيش تبرير ولا حاجه؟ هقولك يا باشا هنبرر وهنقولك على كل حاجه عملناها ليه. اولا انا كنت اولا بجرب في الوديات طبعا، يعني تاكيد ان الخطه دي قويه عشان انزلها لكم، 59 ضغط على الخصم بحيث ان انا وسطي يساند الدفاع، فانا مامن التلت الدفاعي بتاعي، مش عايز اندفع مش عايز اهاجم، لا انا مامن واستنى خصمي هو اللي يجيلي وابدا اقطع الكره من نص ملعبي. ده كان خياري في الضغط على الخصم. العقليه ايضا اللي كانت توازن بحيث ان انا حتى لو قطعت الكره اقدر احافظ عليها لاكبر فتره ممكنه عشان اقدر استحوذ اكتر، اسدد اكتر، استحوذ على المباراه بالطول والعرض اكتر واكتر. ايقاع اللعب طبعا اللي كان تمرير سريع 79 عشان خاطر بحيث ان انا بمسك الملعب كره واحده ولا اتنين اقدر اخطف بيها المباراه من خصمي ايا كان هو بيلعب بخطه ايه. ده كان التكتيك النهارده، وده فريقنا اللي ما استعرضناهوش في كاس الرابحين زي ما انتم شايفين، موريال وارمسترونج وفيليكس وشاكيري وكراسكو ولاميلا، مودريتش وبوسكيتس وكوفازيتش ورافا سيلفا، لورينزو بالجريني وفلورر، بابلو وسمولينج والستوندو وفرنانديس واكونا وباو توريس وبليند وشكرينيار وماينان وسيليسن في الحراسه. ده فريقنا 1,730,000,000، ودي قيمه الفريق ما شاء الله. يعني ليفربول ده 2,500,000، فانت فاهم اللي هو يعني هيحط على كل الدوري الا طبعا لو في مفاجاه حصلت. ده استعراض ايضا لقيمه الفريق. احنا مركزنا طبعا انا ما طورتش فريق اصلا زي ما قلت لكم، كنت فاصل 1,730,000 بمركزي ال 22 في قيمه الفريق. لسه بدري لسه بدري، وانا متفائل خير باذن الله. الاهداف والسلسلات وكل ده احنا موجودين فيه، وجدول الترتيب كمان انا متصدر الحمد لله من اول جوله 3 نقاط في تعادل ما بين توتنهام وفياريال. تعال نشوفهم كمان اقوى ولا لا. توتنهام اكيد اقوى لانه دلوقتي انا هلعبه وهو اقوى فعلا، 1,830,000، فيعني فريق تقيل انا هلعبه النهارده. طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح، ولكن زي ما قلت لكم المشكله اتحلت النهارده والحمد لله. الفيديو هينزل لكم قبل ده كمان، وبالليل معانا تصوير للفيديو بتاع توتنهام ده، انتظرونا وانتظرونا ايضا في فيديو بكره باذن الله استعدادا للدوري الجديد النسخه 9. فبكده نكون وصلنا نهايه الفيديو، منتظر من كل واحد فيكم اللايك العنيف اللي بيحفزنا، وانتوا عارفين اشتراك في القناه وفعل زر الجرس بقى لو انتوا اول مره تتفرج علينا. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.